في أجمعين. في يوم الثلاثاء 11 شهر شعبان عام 13 من شهر شعبان عام 1440 للهجرة، تقرر مناقشة الطالب محمد كامل نذير أحمد في رسالته المعلمة بحركة الإلحاد الجديد في الغرب، دراسة تحليلية نقدية التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. الطالب محمد وأخونا بتعث هو بل دارس من كندا، وقد حاول في هذا السفر أن يتناول أحد التخصصات الهامة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، وهو تخصص الثيارة الفكرية المعاصرة، وقد قدم هذا السفر في محاولة منه لتحليل ونقد حركة الإلحاد الجديد في الغرب. والآن نتيح للأخ محمد تقديم ما يسعه في مدة لا تزيد عن 5 دقائق محمد حول ما قدمته في رسالتك في مشروعك البحثي ومحاولاتك التحليلية النقدية. صلى الله لك التوفيق والإعانة. كما أشكر فضيلة زميلي الدكتور يوسف بن علي الطريف والدكتور علي بن عبد الرحمن القرعاوي، الأستاذ دكتور يوسف الطريف أستاذنا في القسم في قسم العقيدة، وهو أستاذ دكتور وأرجو أن تستفيد من ملاحظاته، وأخي وزميلي الدكتور علي بن عبد الرحمن القرعاوي زميلنا في القسم الأستاذ المشارك، أرجو أيضا كذلك أن تستفيد من ملاحظاته وتنبيهاته. فكلاهما قرأ وحلل الرسالة ورأى يعني ما بذلته فيها من جهد، والآن بقي أن تستفيد من تلك الملحوظات. أسأل الله لك التوفيق والإعانة يا محمد، تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي مطلع القرن 21 الميلادي ظهرت حركة في الغرب تسمى The New Atheism أو الإلحاد الجديد، وهي عبارة عن حركة تجمع مثقفين علمانيين إنسانيين من مختلف دول الغرب وعلى رأسهم بعض رموز الملحدين الغربيين المعاصرين، والذين قاموا مع آخرين بتأليف ونشر عدد من الكتب التي انتشرت في أوساط المجتمع الغربي والتي تم ترجمتها إلى عدة لغات العالم منها اللغة العربية. وقد تركت هذه الحركة أثرها الواضح على الموجة المعاصرة للإلحاد سواء محليا أو عالميا، بحيث ينتمي كثير من دعاة الملحدين البارزين اليوم إلى أفكار هذه الحركة المبثوثة في كتابات دعاتها. وأما اتجاه هذه الحركة والذي يميزه عن اتجاه الإلحاد التقليدي السائد في الغرب، فيكمن في أن هذه الحركة توصف بكونها معادية للدين عموما وللإسلام خصوصا، أكثر من أن توصف بكونها تؤصل وتنظل الإلحاد الذي هو إنكار وجود الله تعالى. فالرسالة المحورية التي يحتوي عليه خطاب الحركة هي أنه يجب ألا يتم التسامح مع الدين، بل يجب مواجهته ونقده وكشف أفكاره بأي طريقة كانت ولو الشدة والهجوم. فقد لوحظ على خطاب هذه الحركة ملامح إرهابية فكرية واضحة، حيث يستند وبقوة إلى العنف اللفظي والهجوم الشرس وخاصة على أصول الدين الإسلامي ومقدسات المسلمين. وبهذا يتبين خطورة هذه الحركة وأهمية البحث والكتابة في هذا الموضوع، لا سيما مع انتشار الإلحاد في العالم في السنوات الأخيرة، وكان من أهم أسباب ذلك نشر هؤلاء الملحدون الجدد كتبهم وترجمتها إلى عدة لغات. فقد تركت الحركة أثرها على عقول وتوجهات بعض أبناء المسلمين سواء ممن يعيش في المجتمع الغربي أو في المجتمعات الإسلامية.
حتى صاروا يشككون في وجود الله تعالى وقضايا أخرى متعلقة بأصول الدين الإسلامي، مما يقتضي القيام برد شبهات هذه الحركة وكشف زيفها لأبنائنا المسلمين. أما عن تقسيمات البحث فتشتمل على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس. أما المقدمة فقد اشتملت على بيان مشكلة البحث وأهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهداف البحث وحدود البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وإجراءات البحث وخطة البحث. وأما التمهيد فقد تناولت فيه مفهوم الإلحاد لغة وصلاحا ولمحة تاريخية عن الإلحاد في الغرب. وأما الفصول الخمسة فسأريدها هنا مع بيان ما تحتها من مباحث على سبيل الإيجاز فقط. الفصل الأول لمحة عامة عن حركة الإلحاد الجديد، وقد تناولت فيه مفهوم حركة الإلحاد الجديد واكتشاف العوامل التي أدت إلى نشأتها والتعرف على أبرز الدعاة الذين يقودون الحركة وإظهار مدى تأثير الحركة على المجتمع الغربي. الفصل الثاني أسس حركة الإلحاد الجديد وأبرز مظاهرها، وقد تناولت فيه أهم الأسس التي بنيت عليها الحركة وهي الأسس العقلية والأسس العلمية التجريبية. ثم تناولت أبرز المظاهر التي اتصفت بها الحركة واشتهرت بها وهي العمل المنظم للدعوة إلى الإلحاد واستخدام الأسلوب الساخر في نقد المخالفين والهجوم الشرس على الأديان. الفصل الثالث القضايا الرئيسية المتناولة في كتابات حركة الإلحاد الجديد، وقد قمت فيه بعرض أهم القضايا والموضوعات التي تتناولها حركة الإلحاد الجديد في كتاباتها، وهي بالتالي: الموقف من إثبات وجود الله تعالى، نشأة الكون بين الصنعة الإلهية والصدفة الطبيعية، الموقف من الغيبيات والمعجزات الدينية، الدين والقيم الخلقية، الدين ومعاناة الإنسان أو قضية وجود الشر، الدين والعنف والإرهاب. الفصل الرابع نقد حركة الإلحاد الجديد، وقد قسمت النقد إلى ثلاثة أقسام. الأول نقد حركة الإلحاد الجديد في ضوء العقيدة الإسلامية، الثاني نقد حركة الإلحاد الجديد في ضوء العلم الحديث في الغرب، الثالث نقد حركة الإلحاد الجديد من منظور الباحثين الغربيين. الفصل الخامس مواجهة حركة الإلحاد الجديد والتصدي لها، وقد ختمت به الرسالة حيث تناولت فيه مدى خطورة حركة الإلحاد الجديد على أبناء المسلمين وضرورة ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس أبناء المسلمين وأهمية القيام بالنقد البناء لحركة الإلحاد الجديد وبيان دور الأفراد والمؤسسات والحكومات في مواجهة الحركة وعرض الجهود الإسلامية المعاصرة في مواجهتها مع تقييم تلك الجهود وسبل النهوض بها. ثم الخاتمة وفيها ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم الفهارس وتشتمل على الفهارس التوضيحية المتعارف عليها في الدراسات الأكاديمية. وفي الختام أتوجه إلى الله عز وجل بالشكر والثناء على ما أسبغ علي من نعمه الظاهرة والباطنة، فهو أهل الثناء والمجد مستحق الشكر والحمد لا أحصي ثناء عليه. وأثني بمن قرن ربي حقهما بحقه وأمر بشكره ما بعد شكره والدي الكريمين على ما بذلا لي من تربية وتوجيه ونصح وتأديب وذلل لي كل عسير في سبيل التحاقي بركب طلبة العلم، فقد كان فضلهما علي عظيما، وما هذه الرسالة وما فيها من جهد إلا حسنة من حسناتهما، فاللهم اجزهما عني خير ما جزيت والد عن ولده، وأسأل الله أن يطيل في عمرهما على طاعته وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أخص بالشكر والدعاء الخالص لشيخي وأستاذي المشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الميمان الذي شرفني بالإشراف على هذه الرسالة وشرح لي صدره وأسدى نصحه، فكان لي توجيهاته السديدة وملحوظاته القيمة ودعمه المعنوي أكبر الأثر في تقويم العمل والوصول به إلى ما هو عليه. والله أسأل أن يبارك له في علمه وعمله وذريته وأن يجزيه عني خير ما جزى شيخا عن تلميذه. والشكر موصول لفضيلة عضوي المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الطريف وفضيلة الدكتور علي بن عبد الرحمن القرعاوي على تكرمهما بقبول المناقشة وتشريفهما لي بالنظر فيها،
وأسعد بما يتحفني به فضيلتهما بما من شأنه تطوير أثاري وهدايتي للجادة فيه، والله أسأل أن يجزيهما عني كل خير ويجعل جهدهما في تقويم هذه الرسالة في موازين حسناتهما يوم اللقاء. وفي الختام أشكر كل من أفادني في هذا البحث بنصح أو إرشاد أو حل إشكال أو تشجيع أو دعاء، والله أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وبعد، فإن الله عز وجل يأبى أن تكون العصمة لغير كتابه، فرحم الله من اطلع في هذا البحث على خلل فأرشدني وإضافة فأكرمني بها هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وصالحا، وأن يكتب له القبول، وأن يجعله ذخرا لي يوم لقاه، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع الإخوان المسلمين، إنه الجواب الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إذن لجنة المناقشة ألخص هذه الكلمة باللغة الإنجليزية وذلك لتعم الفائدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. All praise is due to Allah alone, and may the peace and blessings of Allah be upon His Messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. At the turn of the 21st century, a movement emerged in the West commonly referred to as the New Atheism. This movement consisted of secular humanist intellectuals from various Western countries, headed by some contemporary Western atheists, most notably Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, and Christopher Hitchens. They, along with others, authored and published a number of books that rose to prominence in Western society, which were also translated into several languages, including Arabic. This movement clearly left its mark on the contemporary wave of atheism, both domestically and internationally, such that many of today's leading atheists are found to ascribe to the ideology of this movement. As for the direction of this movement, which distinguishes it from the general direction of traditional atheism that has prevailed in the West, it is better described as being hostile to religion in general and to Islam in particular, than to be described as establishing proofs for atheism, which, as we all know, is the denial of the existence of God. The central theme of discourse of the movement is that religion must not be tolerated, it must be confronted, criticized, and exposed in every possible way, even if resorting to harshness and hostile tactics. The general discourse of this movement has been characterized as having clear traits of what we can call intellectual terrorism, as it is strongly based on verbal abuse and vicious tactics, especially that which concerns the foundations of the Islamic faith and the sanctities of Muslims. Through this thesis, I have sought to define the New Atheist movement, to shed light on the factors that led to its emergence, to identify the most prominent figures who have led the movement, to show the impact of the movement on Western society, and to explain the most important foundations upon which the movement has been built and the most prominent features that characterize it. I then presented the most important issues and topics dealt with by the New Atheist movement, along with a critique from three perspectives: in light of Islam, in light of modern science in the West, and from the perspective of Western researchers. Then I concluded the thesis by bringing to light the level of danger that the New Atheist movement poses on Muslims, searching on ways to confront and counter the movement, and highlighting some contemporary Islamic efforts that have been made in confronting the movement, along with an assessment of those efforts and ways to improve them. In conclusion, I turn to Allah thanking Him for His uncountable blessings and assisting me to complete this work. Secondly, I thank my parents for all the years of sacrifice they have put into my upbringing until where I have reached today. I ask Allah to grant them good health and prolong their lives upon His obedience, and to have mercy upon them as they brought me up while I was young. Thirdly, I thank my wife, who has been by my side all these years in support of me, allowing me to put the time needed into completing this work. May Allah reward her for her patience and sacrifice. I would also like to take the opportunity to thank my teacher and advisor, Dr. Abdullah Al-Maiman, for overlooking this thesis and sharing with me his input and valuable advice. I would also like to thank
the dissertation committee made up of Dr. Yusuf Al-Tariyf and Dr. Ali Al-Qarawi for having agreed to read my thesis and share their valuable input that will only add to the value of this work. May Allah reward them for their time and effort. I ask Allah to make this work to have been solely for His sake, and that He accepts it and brings benefit out of it. May the peace and blessings of Allah be upon His noble Prophet, family, and companions. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. فيك. ننتقل الآن لملاحظات فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الطيب ليبدي ما هو على البحث من ملاحظات. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأت هذه الرسالة وهي حركة الإلحاد الجديد، دراسة تحليلية نقدية، والحقيقة كان المشرف ذكر لي أن الرسالة 350 صفحة، والحقيقة أنها رسالة مكتنزة وكتابات صفحاتها مليئة بالأسطر، ولهذا يعني لو كانت في بيدي بعض الباحثين لبلغت 700 صفحة. عنوان الرسالة حركة الإلحاد الجديد، ومن من سمع بهذا العنوان ظن أنه مكرر، قد كتب فيه كثيرا، لأن الإلحاد قد كتب فيه الباحثون قديما وحديثا وردوا على الملحدين، لكنه إذا اطلع على هذه الرسالة علم أنها تتحدث عن شيء لم يعط نصيبه الكافي من دراسة البحث، وهذا ما قام به الباحث. وإن كانت حركة الإلحاد الجديد التي ظهرت منذ يعني ما يقارب 20 سنة، إن كان قادها فرسان الشيطان الأربعة فإن باحثنا اليوم هو فارس من فرسان العقيدة الإسلامية، وهو بحمد الله قد بذل وسعه في الذب عن العقيدة ومناقشة هذه الحركة الإلحادية الخبيثة بموضوعية وعلمية متميزة. وإن كان أنا الحقيقة مر بي كثير من النصوص لهؤلاء الفرسان الأربعة، وهم شديدي النقد كما ذكر الباحث أنهم يميلون إلى السخرية من الأديان، وكذلك الهجوم العنيف على كل ما يتعلق بالدين. ومع ذلك فإن الباحث كان يعني رزيلا في ردوده وبموضوعية الحقيقة جيدة جدا، كل ما في الرسالة هو جيد. الحقيقة أول ما أبدأ بملاحظات ثم أذكر المميزات، هذا بالعكس، لكنه أنا أردت هذا حتى نذكر المميزات فيما بعد. كل ما في الرسالة من أخطاء لغوية أو نحوية هي قليلة جدا بالنسبة لحجم الرسالة، ومع أن الباحث ليس عربيا وليست لغته الأم، إلا أنه كتب كتابة جيدة ومتميزة الحقيقة. لأن البحث، بس حتى نكون بالصورة، مشكلة الباحث أنه ينقل من كتب أجنبية ويقرأ كتب كثيرة كتبها هؤلاء الملحدون في الحال الجديد، وينقل النصوص من الإنجليزية للعربية، وكذلك هو يقرأ الكتب العربية ويترجمها يعني عنده، ثم يكتب يعني فكرته بالعربية، وهذا في غاية الصعوبة. هو لو كتب، أنا أتوقع لو كتب باللغة الإنجليزية كان الأمر سهل، أو كتب باللغة العربية فقط كان الأمر سهل أيضا، وهذا أنا أعتبره من الصعوبات، ولم يذكرها هو في المقدمة، وكنت أود أن يكتبها لأنها فعلا أنا أظن أنها من أصعب الأمور. نبدأ بالملاحظات وهي يسيرة بحمد الله. حدود البحث صفحة 7، آه
أترك طبعا كل الأخطاء اللغوية والإبداعية والنحوية، لأن سأعطي الباحث نسخة وإن شاء الله يتابعها صفحة صفحة ويسددها حتى تخرج الرسالة بصورة جيدة.